السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، صلوا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم عندنا موقع ممتاز للاستثمار وجيد جدا، وهذا الموقع اسمه الأرب ليفرج، من ضمن المواقع اللي انتشرت في الفترة الأخيرة. هذا الموقع الاستثمار به أيضا باقات ذهبية وفضية وأقل مبالغ، إن شاء الله نستعرضه بعد المقدمة، شلون الإيداع والسحب والتسجيل وما إلى ذلك. توكلنا على الله. موقع التسجيل به بسيط سهل، يوزر نيم وباسورد، وتدخل على الموقع. احنا دخلنا الداشبورد اللي عندنا، الداشبورد بيه هنا رابط رابط الافيليت، تاخذه تسوي له كوبي وتروجه، رابط الاحاله على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام تويتر، اي موقع من مواقع الترويج. هنا عندك الديبوست والت والانسرت والت، وهذا موقف بالداشبورد. احنا سجلنا حقيقة بس انا لحد الان ما مودع فلوس بيه، انتظر ان شاء الله اليومين واودع بيه. حبيت اشرح لكم عنه. اولا الانفستمنت، الاستثمار، نجي على الانفستمنت، الباقات الموجودة بيه بالانفستمنت بهذا الموقع عرب ليفرج. عندنا باقة سنوية ييرلي، يرلي بلان، اريد ان ترجمه من العربي. الخطه السنويه تبدي من 5000، من 1000 دولار الى 5000 دولار. 5000 بالمئه بها نرجع على ريتيرن افري يير فور وان يير، يعني لباقه سنويه لباقه لمده عام المجموع 5000. الخطه الشهريه عندنا من 5000 الى 10000 دولار، العودة يعني 100% كل شهر لمدة 12 شهر، المجموع 1200% من نسبة الاستثمار والأرباح. خطة الماسية من 10000 إلى 14999 كل أسبوع مدة 52 أسبوع، والذهبية من 5000 إلى 9999 أيضا كل أسبوع لمدة 52 أسبوع. نسبة الاستثمار تختلف والأرباح. السيلفر والبلان والستارت بلان، الخطة الستارت بلان البداية هي 50 دولار. أوكي، فأقل خطة هي خطة البداية الستاندر أو الستارت، خطة البداية للمبتدئين خلينا نفترض هي 50 دولار إلى 999، العائد مالتها 16% الربح كل أسبوع تسحبها ومدة 52 أسبوع. استثمر الآن إذا تريد تستثمر بهاي الخطة، أقل شيء اللي هي 50 دولار، والخطة الأخرى موجودة أنت استعرضها وشوف شنو اللي يناسبك، وأنا موصي بال50 دولار كبداية يكون استثمر. استثمار الوديعة اللي يقصد بها اللي ديبوست اللي هي الإيداع. كيفية الإيداع بهذا الموقع؟ الموقع يدعم طرق الإيداع، نخلي بالانجليزي افضل يعني نحتاج عربي نحوله، بيرفكت ماني، والايداع عن طريق باير ايضا، وعن طريق عملة اليو اس دي تي تي ار سي 20، وعن طريق البيتكوين ايضا والليتكوين، ذني المحافظ العملات الرقمية اللي ممكن ان تودع عن طريقها الايداع. خلينا نقول الديبوست سيستم ما عندنا شيء، ديبوست ناو اول مره انت تشترك، تسوي اشتراك عن طريق رابط الاحاله او اي اشتراك، المهم تسجل بالموقع ثم تودع حسب الخطه، تشترك بواحده من الخطط تودع حسب الخطه من 50 دولار من 1000 دولار. هاي طريقه الايداع، خلينا نقول 50 دولار يو اس اي دي تي انا كلوز نيكست، شنو نيكست والله خلينا نفترض انت شريت تودع على محفظه هنا مثلا خلينا نقول البرفكت ماني. اوكي، يقول لك كونفيرم، هياخذ عندك 1 دولار عمولة عن طريق البرفكت ماني. تريد على طريق الباير انت حسب ما بالسيتنج شو مثبت العملات حتثبتها. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للوثردو، الايداع اللي حتكون عن طريق البرفكت ماني، الوثردو حيكون السحب ايضا حيكون عن طريق البرفكت ماني.
أقل مبلغ للسحب هو $5 إلى $50,000، واللي يطول عملية السحب 12 إلى 48 ساعة. أوكي، بالنسبة لمحفظة باير نفس الشيء، أيضا $5 إلى 12-48 ساعة، والمحافظ البقية نفس التوقيتات تقريبا. إذن الإيداع والسحب عرفنا. عندنا ريفير يوزرز، احنا قلنا الإشارة إلى ماي ريفيرز، لحد الآن احنا ما عندنا شيء، يعني ما عندنا إحالات عن طريقنا. والريفير كوميشن، ريفير كوميشن، ديبوس كوميشن، عمولة الإيداع ما عندنا، ولا الانسيرت، ولا لحد الآن ما مشتركين. بروموشنال تولز ممكن، هذا عندك البانرات تستخدمها، وهذا كوبي وتنشر على البلوجر، صفحة البلوجر عندك او الجوجل سايت تنشرها وتحصل على نسبة من الارباح، نسبة من المال. بعد شنو عندنا بيه؟ change password اذا تريد غير password، support ticket هنا اذا تريد رسالة الى الدعم، اي شيء اذا عندك هنا أنا بعد support ticket دز رسالة مذكرة للدعم. اوكي، الموقع جيد ولحد الان ده يدفع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.